مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء الراقية والجميلة والتي تنتشر كثيرا في العالم العربي، والقليل من الناس من يعرفون معنى هذا الاسم. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم كوثر. كوثر اسم علم مؤنث ومذكر من أصل عربي، وهو صفات مشبهة تدل على الثبوت من الفعل، كثر يكثر، كثرا وكثرة، فهو كثر وكثير، وهي كثرة وكثيرة. يقال كثر ماله أي زاد ووفر، والكوثر هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة، والكثير من كل شيء، العدد الكثير، والعذب من الشراب، والكوثر من الرجال، هو المعطاء ذو الجود والسخاء. يقال رجل كوثر أي رجل سخي. والكوثر أيضا هو اسم سورة من سور القرآن الكريم، قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، سورة الكوثر آية 1. والكوثر هو نهر في الجنة أكرم الله تعالى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة مرتبة في كل أمورها وتهتم بأدق التفاصيل، تفعل الخير كثيرا ومهما نالت من مآسي فهي تسامح، تحب والدتها كثيرا ومقربة إليها وتحكي لها عن كل أمورها، أم حنونة وتهتم بأطفالها جيدا وتخاف عليهم كثيرا، كثيرة المزاح وتحب السهر والفرفشة مع الأهل والأصحاب. صفات حامل هذا الاسم: إنسان يفكر بعمق شديد يصعب على المحيطين به معرفة دواخله ومقاصده، واثق في نفسه كثيرا ويتجاهل كل ما لا يستحق، يتحمل المسؤولية منذ الصغر ويمكن الاعتماد عليه كثيرا، لديه نخوة كبيرة وكرم نفس ولا يبخل بشيء لمن يحتاج له، صريع الحكم على الأشياء والأمور ومتردد بعض الشيء، غيور وواضح جدا في مشاعره لمن حوله. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم كوثر؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.